عمرك نمت في أوضة كحلي وانت صغير؟ لا عيطت في الحمام وانت صغير؟ لا صرخت في الحمام وانت صغير؟ ما افتكرش يعني. اتزحلقت في الحمام وانت صغير؟ لا. ولا وانت كبير؟ هو في ايه يا استاذ؟ اتزحلقت وانت صغير، عيطت وانت صغير، صرخت وانت صغير. طب ما انا كنت صغير، انا شعرفني. لا مؤاخذه يا ريس، لا مؤاخذه، معلش احنا اسفين والله. انا كنت رافض فكره الابلكيشن ده من الاول. معلش سؤال يا ريس، حضرتك دخلت الحمام وانت صغير؟ لا حول ولا قوه الا بالله. سالته المهم استحميت في الحمام طيب وانت صغير؟ وفي معلش معلش احنا اسفين، حضرتك قول لنا ايه شكوتك عشان نقدر نساعدك. وهو انا جاي عشان كده. انتوا سمعتوا عن مصاص القلعه؟ لا عيب الكلام ده يا ريس، حضرتك كبير وفاهم يعني. عايز مصاصات الكشك موجود جنبينا، انما هنا الشركه الالمانيه لمكافحه الخوارق.